لازم القوانين تاعنا تتطبق والناس ان لم تستعي فعل ما تشاء. دوك الانسان اللي يديرها عمدا وما نستبعدش باللي فيه ناس مغديتهم العصابه وما نستبعدش ان هذه امور من البديهيات تاع خلق عدم الاستقرار. فيه مدارس كلكم تعرفوا واش راه الاليان دي واش راه الاخر واش راه الاخر. يجوا في الليل يلموا كاع السلعه اللي في الحوانيت ويرموها في البحر ويخلقوا مجاعه وتخرج الناس للشارع وهذا ويسهل الانقلاب ويسهل كذا ويسهل كذا. اذا العصابه اليوم عندها اموال طائله راه تدور اموال لا تعد ولا تحصى. يحاولوا يشروا الصحفيين يحاولوا يشروا هذا يحاولوا يشروا الا من رحم ربك. اليوم نقصت الحمد لله ولكن مازال خايفين لان عارفين اللي تحكم يندم على طول حياته على الشيء اللي داره. المجتمع تاعنا لازم يسترجع الاخلاق نتاعو.